بكل زمان ومكان دايما مع حريات. إنه الرقص جريمة من إمتى؟ من وقت ما خاف الرجل من المرأة، قال قائل. ببداية هذا الشهر اعتقلت السلطات الإيرانية فتاة كانت تنشر فيديوهات لها وهي ترقص على منصة إنستغرام. مايدي هوجابري 18 سنة، ويبدو أنها نشرت عددا هائلا من الرقصات، أكثر من 100 على موقع إنستغرام، يمكن حتى 300 منها ما كان بدون غطاء رأس، رقصات إيرانية، رقصات غربية، وصار لها عدد هائل من المتابعين. ويبدو أنه التلفزيون الرسمي بث ما وصفه باعترافات لفتيات من بينهن مايدي، وكان عم بيقول أنه اعترفوا بذنب مخالفة المعايير الأخلاقية بإيران. نعم، نشر مقاطع الرقص على الإنترنت جريمة تستوجب العقاب في إيران، وعن جد ما بعرف أي عصر هيدا. الرقص ليس جريمة، كان الهاشتاج التضامني الذي رافق الكثير من الفيديوهات التي رقصت فيها نساء تضامنا مع مايدي لاعبة الجمباز أساسا. موقع بي بي سي نقل تعليقات كثيرة منا للمدون حسين روناغي، قال إذا أخبرت الناس بأي مكان بالعالم بأن فتيات بعمر 18 أو 19 سنة اعتقلنا بسبب الرقص أو السعادة أو الجمال بذريعة نشر الفجور بينما مغتصبو الأطفال وآخرون أحرار، فإنهم سيسخرون من الأمر لأنه بالنسبة لهم غير معقول. عندك كمان قالوا لأراش سيجيرشي، قال قبل 40 سنة كان الرقص يدرس بالمدارس الإيرانية، ولكن بعد الثورة الإسلامية في 1979 أصبح جريمة كبيرة. اليوم شفت تغريدة لمصورة الأزياء ريحانة ترافاتي تقول لقد اعتقلتموني لأنني كنت سعيدة عندما كنت في 23 من عمري، وتقصد الرقصة اللي رقصت فيها وقت أديها كثر بإيران وتم اعتقالهم ثم تتابع، والآن تعتقلون مايدي وعمرها 18 سنة، ما الذي ستفعلونه بالجيل المقبل؟ أجاتا كتبت الشرق الأوسخ لا يكتمل دينه إلا بقمع النساء. الآن بحسب مصادر أوروبا تم إطلاق سراح الفتاة بكفالة، لكن التضامن الذي لقته على شبكات التواصل جعل لها شهرة محلية ودولية بعدما بكت على التلفزيون الإيراني، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة. هاشتاج آخر كتير حبيته، أرقصي لنتابع الرقص، شهدت فيه سميرة أم ترقص في فيديو تضامنا تقول أرقص من أجل مراهقتكم وشبابكم المسروق، أرقص للحرية والفرح الذي تستحقونه. حلو. حاسس بتوتر ولا أمني مش مستدب، قلبي بيدق بسرعة دب دب، يا طار دخلت في باد تريب ولا البلد دي يلا بتسيرك، سقف اللي انبهار فيها فرتك الترنج، في كل خطوة بتموت حتة في قلبي، الناس في الشارع شبه الزومبي والعالم حوالينا بيجري واحنا لسه علينا بدري، عايشين وبناوح في العصر الحجري، انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عنا صيا وبيسكور، انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عنا صيا وبيسكور.